السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الحياة في كندا مع عاد العوضة. اهلا وسهلا فيك سمير. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم سمير، كيف اخبارك؟ الحمد لله، حياك الله اخي عادل. كان في معنا لقاء من قبل على كان موضوع عشان العريضه اعتقد، صحيح؟ مع الاخ ايام اليمن. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. انت عارف ان العريضه هذه وصلت للبرلمان والان حصلت انتخابات فسقطت، فالان نحب بنحاول ان احنا ننزلها من جديد، نحتاج واحده ثانيه. اهلا وسهلا ومرحبا فيك اخي سمير. في البدايه اول شيء حابين انك تعرف نفسك على الشباب والمشاهدين المتواجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي سمير حماد، فلسطيني من قطاع غزة أصلاً، وأنا مهندس. خليني أوطي الصوت عندي، يمكن في عند عشان ما عملش إيكو. أنا بعمل ميوت عندي لما وأنت بتتكلم بعمل ميوت. أوكي. فأنا مهندس، عملت في الإمارات 30 سنة وهاجرت من 12 سنة. أنا مهندس بروفيشنال، بديت السلم من أول ومن تحت. المشاكل اللي بتواجه كل المؤهلين الجدد أصحاب الخبرة، وارتقيت إلى أن أصبحت مهندس بروفيشنال ونائب رئيس جمعية المهندسين العرب في مانيتوبا. هذا باختصار. أهلا وسهلا فيك أخي سمير. أخي سمير، طبعا إحنا في معانا سلسلة في قناتنا على اليوتيوب اللي هي اسأل مجرب، ما شاء الله. طبعا السلسلة هذه ناس كثيرة ومشاهدين كثير بيدخلوا فيها ويحابين انهم يسمعوا نصائح الناس اللي متواجدين هنا في كندا. فاول سؤال اللي دائما نسأله في هذا الحلقة انه ايش تنصح الناس اللي حابين انهم يجوا لكندا؟ كيف تنصحهم؟ ايش تنصحهم؟ ايش يعملوا؟ ايش يسووا؟ اوكي، بصفتي مهندس، الهجرة مشروع، هذه جملتي دائما. فكون أن الهجرة مشروع فيجب الإعداد الصحيح للمشروع حتى ينجح. فيا إخوان اللي بفكر أنه يهاجر، القصة مش أنه ابن خالتي وابن عمتي هاجروا تعالوا نهاجر زيهم، بمشيش الحال. لازم تعرف إذا الهجرة تصلح لك ولا لا، هل أنت مستعد لها ولا لا، هل أنت جاهز تقنيا وماليا وأسريا ونفسيا. والهجرة مش قرار الرجل لوحده أو المرأة لحالها، قرار الاثنين مع بعض. فهذه الجملة الأولانية. الجملة الثانية، إذا أنت بروفيشنال بمعنى أنه مهنتك مقننة تحتاج ترخيص، عليك الاستعداد بأنك تعرف إيش المتطلبات للترخيص. أشرح لكم عن الهندسة. أنت مهندس، يجب أن يتم ترخيصك من قبل جمعية المهندسين. كندا عموما فيها جمعيات مهندسين في كل مقاطعة، وبتعمل موبيلايزيشن لما بتترخص من مقاطعة إلى أخرى إذا انتقلت، رغم أنك أنت مهندس في كندا، لكن كل واحدة إلى قانونها. بالتالي إذا أنا بدي أجي على أونتاريو، لازم أعرف أونتاريو إيش متطلباتها للمهندس. تختلف عن مانيتوبا، تختلف عن بريتش كولومبيا. طريقة الامتحان كانت في أونتاريو للإنجينيرز ورقية من 4 أسئلة بدك تجاوب على 3. طريقة الامتحان في بريتش كولومبيا وفي مانيتوبا وفي ألبرتا، نظام كان 100 سؤال في 4 ساعات بدك تجاوب عليهم، بيختلف. لازم تعرف قبل ما تيجي انت اشتغلت مع مين، المشاريع اللي اشتغلت عليها، بدك ريفرنسز، مش انك انت مهاجر تضربها برجلك وتسب عليهم تيجي ماشي. نو. انت محتاج الريفرنسز اللي اشتغلت معهم، بدك رسائل منهم. لازم تعطي عناوين 3 أشخاص اشتغلت معهم او اشرفوا عليك، يسألوهم، لان انت جيت جديد ما حدش بيعرفك يا اخي الفاضل، انت بالنسبة لهم غريب. ومن هنا الامر بيصير مختلف. الان انت بدك تعرف الشهادات تبعتك، تجيبها في ظرف مغلق مختوم، تبعتها لإحدى 5 هيئات في كندا، منهم WES المشهورة اللي هي ويز. فتحضير الشهادات في ظرف مغلق وإرسالها بوفر عليك من 6 إلى 8 أسابيع،
لما تأخذ نتيجة ويس اللغة الإنجليزية معتمدة، فأنت محتاج تعرف الناس لغتك مستواها إيش. هذا أمر مهم. الآن إذا أنت حضرت references، حضرت اللغة، حضرت WES، يبقى جزء إنك أنت تستعد إنك تدخل كندا جوب بانك، تدور وين الأماكن اللي ممكن تشتغل فيها. لما بتيجي كندا أخي عادل وأنت أدرى مني، أنا لي 12 سنة في البلد، لكن يوم ما جيت قالوا بالأحضان ويلكم تو كندا. أنا فكرت إنه خلاص جاي معايا 30 سنة خبرة، طيف واسع طويل عريض، وين ما يحطوا إيدهم حيلاقوني. وبعدين اكتشفت لا، بدك تبتدي من أول السلم. فلازم تكون أخي الفاضل اللي قادم مجهز نفسك إنك تكون أمامك من 3 أشهر إلى 6 أشهر صعبات جدا، صعبات جدا جدا، مش سهلات. نفسيتك، نفسيتك مهم تكون صلبة، وإلا ضعت ورحت بين الرجلين. تفضل. شكرا أخي سمين، شكرا جزيلا. حياك الله. الآن شوف، هذه قلنا النصيحة للي حابين يجوا لكندا. الآن إيش النصيحة اللي تقدمها للناس اللي أجوا لكندا وهم لسه جدد، أو الناس اللي متواجدين هنا من فترة طويلة؟ تمام أخي عادل، هذه أنا كنت عملت فيها حلقة اسمها مشاكل القادمين الجدد، اللي هو الصدمة. إنه زي ما تفضلت، إحنا وقفنا عند أن أنا جيت وصلت وويلكم تو كندا، وبعدين هي فيش شغل. طب كيف أشتغل؟ كندا مبنية على التطوع واللغة والخبرة الكندية والنتورك، اللي هي دلع كلمة واسطة. في بلادنا احنا عنا واسطة، هنا بدلعوها بقولوا نتورك، يعني اشيك حلو. فوالريزومي القوي، انا كمهندس وبعمل محاضرات للمهندسين في صفحتنا اللي هي Arab Engineers Chapter مانيتوبا، المهندسين العرب في مانيتوبا. المفروض اول شيء بدك تبني ريزومي قوي على الطريقة الكندية، وهذه معروف الريزومي الكندي مش لازم يكون فيها جنسك ولا دينك ولا بلدك، الحاجات اللي بتعمل racism discrimination عند التقديم. اللغة قلنا عليها. أول ما تيجي تدور وين تتطوع، اوعى تفكر انك لازم تتطوع في مهنتك، لا، انت محتاج في التطوع حد يقول انك اشتغلت عندهم مؤدب، تيجي في المعاد مبتسم، البسمة على شفايفك ضرورية، هذه الطباع مش مشكلتي، وبتتعامل timely manner. هدول أشياء مهمات جدا لما تبتدي. الآن قلنا اللغة والشهادة والرزومي النتورك. طب أنا جاي جديد، كيف بدي أبني النتورك؟ إذا ما كان لك قريب أو معرفة في البلد قبل ما تيجي، فالمعرفة تبعتك بتيجي من أماكن العبادة، مسيحي، مسلم، هندوسي، يهودي، مش هتفرق. وين أنت بتروح للعبادة؟ بدك تتعرف على الناس، وفي تعرفك على الناس الجملة الشهيرة How is the weather today؟ في الباص، في المسجد، في المدرسة، في أي مكان How is the weather today؟ جملة فتح الخط، كيف الجو اليوم؟ إذا الشخص استجاب إليك والله it's rainy it's going to be rainy oh it's bad، ولا لضم وسكت وما تكلمش معك، بتعرف إنه هذا فيش فايدة منه، إنسى، شوف غيره. لما تلاقي حدا بدي يتكلم معك، بتبدي دي العلاقة الاجتماعية اللي تبنيها مع الغير اللي حواليك. الآن تعرفنا على الناس وبدينا نعرفهم. أنا دخلت دورات المهاجرين الجدد واستمريت فيها فترة، وأكلت علقة محترمة، قعدت 6 شهور زي التلميذ، وأنا راجل عمري 50 سنة، أنا جيت كبير في البلد، ما جيت صغير. أروح 9 الصبح وأروح 4 العصر ومعايا الدفتر ونكتب. كانت حياة صعبة، وقت صعب. أنا متخصص إلكترونيات، اشتغلت في الكمبيوتر والإنترنت يعني من 80s، ويجي يقول لي هذا الكيبورد وهذه الماوس. أخي عادل، حط حالك مطرحي، كلنا أخذناها عليك. أنت ما قريت الرزومة تبعتي يا رجل؟
كلنا اخذنا العلقه هذه، ما عليك كلنا. لما شافوني بالشكل هذا عينوني مساعد مدرب لمختبر الكمبيوتر في الدوره. المصيبه الثانيه كانت في احد المعارض للوظائف، احد الاشخاص اللي واقفين بعطي له الريزومي تبعتي، اللي بقول لي this resume is bad it has to be rewritten، لازم اعاد كتابتها. انا بطلع في وجهه، الشخص اللي بيقابلني هو اللي كتبها. هذه مصيبة والله. يعني اطلع في، يعني انا كنت بضيع وقت، يعني حرام عليكم يا جماعة. فاتعب على نفسك في حاجات انت كقادم جديد. شوف ما تنصدمش، توقع انه في 6 شهور صعبين. هدول 6 شهور لازم انت تتعب على نفسك، تضلك تحاول وتتصل وتشوف وتدخل، تبعت ريزومي وما تيأسش. 2 سنين يا أخي عادل، 2 سنين بلا عمل إلى أن أفلست. كل فلوس اللي جايبها معي من الخليج صارت صفر. وكل واحد يقول لي يا أخي روح على الويلفير، أقول لهم كيف أنا عندي تعرف الإيجو، أنا كيف أنا أروح على الويلفير؟ لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى على يد امرأة عربية سمعت عني، قالت هاتوا الريزومي، أخذتها في الشركة تبعتها، اتصلوا علي قالوا عندك مقابلة، رحت. قالوا عندنا مشروع، أنا متخصص ساتلايت، يعني أنا مهندس إلكترونيات، مشيت في طور طويل عريض، اشتغلت في الإذاعة والتلفزيون والساتلايت، وكنت في محطة الساتلايت في دبي. يعني داخل في مشروع الانترنت ساتلايت اللي ماشي في هذا الأيام. كل شيء كنت أنا بشتغل فيه، كل شيء. أنا كنت كاتب صحفي في مجلة ساتلايت 10 سنوات، كان عندي مختبر في دبي في البيت، الشركات تبعت لي أجهزة نعمل تيستينج، وأنا لما أقول هذا يصلح للبيع في الوطن العربي ينزلوا. كيف سبت كل شيء وهاجرت؟ سبحان الله. وهذه من ضمن الحاجات إنك أنت لازم تنتبه إنه أنا كنت هذه، بدك تحط خط أول ما تعدي المحيط عند نيوفاوندلاند وتقول هذا كان تاريخ، خلصنا منه. صحيح. الآن إحنا ناس جداد. فسبحان الله كان عندهم مشروع في الساتلايت تليمتري اللي هي مراقبة السدود عن بعد، وأنا كنت في دبي عملت مشروع مراقبة محطات الإرسال الموجودة على قمم جبال، وكنا نعمل مراقبة لها من دبي، بحيث طول الوقت عندنا تحكم، لو الجهاز عطل نحاول نشغله تاني قبل ما نبعث له هليكوبتر، لأنه الهليكوبتر تساوي $3,000 والفريق اللي رايح في الهليكوبتر بكلف $3,000. فالمشوار وجربناه قبل هيك، تروح زي ما بنقول عشان الزر تكبس زر ريست، فوجدنا وسائل انه زر الريست نوجد له تحكم عن بعد، بحيث وانت قاعد امام شاشتك تعمل ريست. نعمل ريست. وهذا اللي صار، بيكون عندك ديزل جنريتر في منطقة في إحدى الريزيرفز، في عشان توصل له برضو بدك فريق وهليكوبتر وواء، وفي القصة أنت الجنريتر اللي مش راضي تشتغل تعمله ريسيت، وبتكون عندك قراءات وكلها من ضغط الزيت والفولت اللي طالع والأمبير والحرارة وكل شيء فعن بعد. فسويت المشروع، وهذا كان مشروع بالمناسبة تطوع مجانا، ماشي، عشان أخذ ما يسمى بالخبرة الكندي. وقلت كملوا معي يا جماعة بس عشان الله، يعني الشهرين. قلت لهم شوفوا أنا مهندس، فيش حاجة اسمها مشروع في شهر وشهرين، أنا محتاج 3 أشهر. أنجزت 3 أشهر وروحت على الدار، وكان ديسمبر. يناير بعد الأعياد، بعد 7 يناير إجاني تليفون، عندك عرض تشتغل معانا بالوضع الفلاني والراتب الفلاني، بتوافق؟ طبعا أنا لسنتين بلا شغل، موافق. وبعدين في الشغلانة تبعتي، بعتولي العرض على الإيميل، وقعته ورجعته، اشتغلت 4.5 سنين معهم. بعدين طلعت عشان أعمل مشروع خاص له علاقة برضو بالإذاعة والتلفزيون، وكانت بدايته صفحتنا المهاجرون العرب اللي هي The Arab Immigrants، على أساس test water إذا يصلح
إنه الناس ينفع لهم تعمل إذاعة عربية وتلفزيون عربي وكذا. أنا أعتقد إنه النتيجة كانت عدد العرب المقيمين في مانيتوبا قليل جدا، بتقدرش تعمل عليهم بزنس. أنا لو موجود في أونتاريو، وهذه من ضمن الحاجات اللي لازم يفهمها اللي بده يجي، إنه خطط سفريتك بدري صح. أنت إيش بتشتغل وين رايح؟ يعني أنا تخصص ساتلايت، فيش ساتلايت في مانيتوبا. بينما كانوا بيشتغلوا من ظهر السيارة يركبوا الريسيفرات والدشات أيام أنا مجيت. قالوا لي بتطلع $6,000 من ظهر السيارة من غير أي حاجة. صح، هذه كانت خطأ اختيار مانيتوبا، يعني كان خطأ، كان خطأ. لكن سبحان الله بتكبر وبتكبر العائلة وبتصير لك روتس، خلاص بدك تنجزها. ما عاد خلاص كده يعتبر، يعني أنت بتقول بتيجي وترجع بس خلاص ما عاد فيش. يعني إحنا كنا من زمان بنقول بنجي ونرجع بس خلاص أصبح لا لا. من ضمن البلد أخي عادل، هذه من ضمن الحاجات اللي أنا بشوفها، إنه اللي بيحرق المراكب يعني خلاص فيش رجعة، ولما بيجي وبتمشيش معاه بيصير عنده إحباط نفسي داخلي، إنه أنا إذا رجعت يعني مكسوف قدام الناس. بقدرش. صح. بده يقبل، وبيصير اللي كان دكتور واللي كان مهندس واللي كان صيدلي ايش زي ما بنقول سواق اوبر وتوصيل اكل الى اخره، والحياه بتصير غير شكل. انا دائما اخ سمير انصح انه الناس اللي يوصلوا لهنا جدد يعني في التطوع، دائما زي ما قلت انت في التطوع، انه الفولنتيرنج، وانه واحد ياخذ اللايسنس زي ما ذكرت انت، اللايسنس في تخصصه. اما بالنسبه انا صراحه انا اقول لك يعني موضوع انه واحد، يعني في ناس يعني واحد دخل اشتغل شاورما، جلس 8 سنين 10 سنين هو اشتغل شاورما وضيع مستقبله وخبرته واصبح اوت ديتد، ولا الذي يجي يشتغل اوبر يعني خلاص خلاص بيشوف الفلوس طمع فيها. لو نقول اوكي يعني اعمل تطوع او ادرس واشتغل جنبها اوكي، اما انك تسيب تخصصك وتسيب كل شيء وعلى اساس انك يعني في موضوع اوبر، يعني زمان اذكر اوبر كان يعني شغل كثير، يعني انا واحد من الاكزامبلز اخويا فلت دراسته عشان اوبر طعم الفلوس. فطبعا يعني نصايح قيمه، شكرا اخ سمير، يعني جزاك الله خير يعني. وانا بضيف هذا الحلقه بضيفها في فيديو لحاله، ايضا بضيفها داخل سلسله اسال مجرب. واذا في عندك اي حاجه حابب انك تقولها للمشاهدين او تنصح في شيء ثاني تفضل اخي سمير. والله انا اقول لك انا عندي بث مباشر شبه يومي تقريبا، شايف؟ ولأني أنا كنت زمان أكتب على زمان كان في صفحات الويب بنكتب عليها بلوجز وأشياء. أيوة. وهذه قديمة لغاية أنا ما هاجرت وما كنتش بستخدم الفيسبوك ولا أي من وسائل التواصل هذه، أنا بستخدم التليفون فقط باستمرار. لكن لأنه زي ما بقولوا كل واحد الجوال في إيده وسائل التواصل في إيده، أنا من الجيل القديم يعني من الجيل اللي فوق 60 الآن، أنا مش صغير. فاضطريت أن أتوائم، وكعادتي في شيء مهم جدا وهي ملاحظة، التعلم المستمر. التعلم المستمر، اوعى تفكر أنه أنا كنت هذه صارت تاريخ. لذلك لما تيجي تدور بيجي بقول لك في الشغل أنت إيش كنت بتسوي آخر 3 سنين، بتقول أنا كنت 30 سنة، بقول لك انسى 30 سنة، 30 سنة صح. وريني آخر 3 سنين إيش كنت بتسوي، هم هدول اللي بدي إياهم. يعني تيجي تقول له أنا كنت بفك لمؤاخذة، أنا كنت في الترانسميترز، الفالف والصمام كان طولي المكبر طولي، أنا شفته في الجامعة على الورق، واشتغلت لما اشتغلت كلايسترون أمبليفاير إيش غير شكلي، الترانسفورمر شفتها الشكل. لكن لما دخلنا في الديجيتال، أنا كنت من العصر اللي وصلنا حاجة اسمها ديجيتال تيرستير اللي هي البث الرقمي الأرضي، كان حديث جدا لما أنا تركت دبي، وكنت أنا من المهندسين اللي كنا بنشتغل التجارب تبعته. فجهاز الإرسال عامل زي درجين مكتب صغار بدل مكان 3 خزانات كبار، شايف؟ وإن أنا خدت الدي في بي اتش والدي في بي تي اللي هو التلفزيون على التلفون المحمول قبل ما يطلع الفيسبوك لايف والحاجات هذه، التلفزيون على التلفون المحمول. وكانت نوكيا استخدمناها أياميها، موديلين من نوكيا أعتقد كان N95 أو N93 حاجة زي N97، نوكيا لما كانت نوكيا.
اشتغلنا معهم ساحر هذه الايام. فالفكره انا كنت من الناس اللي كنت هذا خلص، هذا تاريخ وانتهى، بدك تبتدي من جديد. فمن جديد عشان اشتغل رحت عملت دوره CCNA، لاني بدي شهاده كندي. مهم يكون عندك شهاده كندي من ضمن الحاجات. انت بتبقى عندك ماجستير بكالوريوس واتيفرتيز انساها، روح خد شهاده في كندا 3 اشهر 6 اشهر 9 اشهر، الزقها على الريزومي تبعتك، تجب ما قبلها. سبحان الله. صحيح صحيح. انت بدك روح على كليه عندك، وكلياتكم في اونتاريو كتار، وعندكم قرض الاوساب، عندنا مش موجود في مانيتوبا، تاخذ قرض الاوساب وبتتعلم وبتاخذ الشهاده الكندي اثناء فتره الترخيص. اوعى تحط ايدك على خدك في فتره الترخيص، لازم تضلك تعمل. يعني انا لو تشوف انا مغطي الكتب والحاجات اللي شوف الان في اللحظه اللي انت بتكلمني فيها، هذول الكتابين تبعون الإثكس واللو تبعون القانون الهندسي Practical Law. Practical. فهدول موجودات أمامي باستمرار، براجع فيهم علما بأنه أنا Professional Engineer من زمان من زمان، خلاص الكلام هذا. لكن لازم أضل أول بأول متابع يوميا يوميا، بتابع إيش في علم جديد له علاقة في الهندسة تبعتنا. اتعلمت من غيري اللي هم المهندسين الكنديين اللي موجودين لما اشتغلت، المحيطين، لأنه بالنسبة للهندسة طبعا كل مهنة إلى كود. يعني أنا بنتي صيدلانية، والكود الصيدلاني عن والشغل الصيدلاني والترخيص للصيدلية فيلم، الدكاترة فيلم، الأسنان فيلم. فالكود الهندسي مثلا في بلاد فيها تلج، وين بدك تنزل الكيبل تحت الأرض عشان ما يتضررش، كيف بده يمشي في مساراته، حاجات غير اللي كنا نشتغل فيها في دبي في الحر. الوضع مختلف. أنا مهندس أو بروفيشنال واشتغلت وعندي خبرة، لكن خبرة الخليج تختلف عن خبرة كندا. فلذلك لما أنا بلومش عليهم لما بقولوا بدنا خبرة كندي، كلمة خبرة كندي القصد منها، القصد منها إنك تعرف كيف بيشتغلوا هان، بدك تتحمل. انت كنت بروفيشنال هناك، كنت رئيس مهندسين هناك، بهمش، ابتدي من جديد. سنة زمان سنتين والله غير تفتح، خلي ثقتك في الله وحتفتح والأمور حتكون زي الفل إن شاء الله. تحياتي لك يا عادل. أي خدمة. شكراً على وقتك يا ثمين أخي سمير، وشكرك طبعا على متابعتنا دائما. احنا نشوفك دائما نتابع لنا في الصفحه. شكرا جزيلا اخي، واذا في اي تعديلات او في اي اشياء ممكن تبلغنا. وشكرا جزيلا، وان شاء الله نكون على تواصل باذن الله. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. شكرا شكرا، الى اللقاء. السلام عليكم، نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك، الاعجاب والاشتراك والايش دائما ننسى، المهم الإعجاب والاشتراك ونشر القناة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.